اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روت اف ام في المملكه العربيه والسعوديه. ينضم معنا اليوم في الجزء الثاني من فقره التوضيح فقط الكابتن نايف الجعويني. كابتن مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. مباشره عشان الوقت, اليوم صدر بيان. قبل ما اقرا البيان ابغى اسالك سؤال كثير ناس سالوه اليوم, ليش نايف اتجه للاعلام اذا هو ينشد المصلحه وما اتجه لرئاسة الاتحاد أو رئاسة العمل على الشباب؟ ليش ما طرق الأبواب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا طرقنا الأبواب كاملة, طرقنا أبواب الوكلاء الرئاسة العمل على الشباب, طرقنا, حاولت أنا أقابل الأمير نواف أكثر من مرة, فترة طويلة أنا أتردد لمكتب الأمير نواف وأرسلنا مخاطبات كثير للأمير نواف وللرئيس العام لرعاية الشباب, وقابلنا رئيس اللجنة الأولمبية وكتبنا في الصحف في الجرائد. رئيس اللجنة الأولمبية؟ هو من نواف؟ لا مو رئيس, عفوا الدكتور راشد. دكتور راشد الحريوي؟ نعم. أيوه سبق برضو قابلنا وكتبنا في الجرائد, كتبنا في الصحف. رحت وقابلت الأمير نواف؟ لا, حاولنا نقابل الأمير نواف ما قدرنا. ليش ما قدرنا؟ ما أدري والله, يعني يمكن في عوائق معينة ما أدري. تشعر إنه في أحد حط بينك وبين الأمير نواف؟ لا يعني نروح مكتب الأمير نواف نبغى نقابله يعني اترك رقمك بنكلمك, ما حد يكلم. يسمعون قصتك قبل ما يسمعون, يشوفون الأوراق. أتفاجأ الأوراق تتحول إلى أبو عيش رئيس الاتحاد سعادة العميد أبو عيش. ويناديك؟ ويناديني ليش تروح تشتكيني؟ يعني أنت الخصم والحكم. تتوقع لو الأمير نواف عنده خبر في الموضوع إيش؟ مستحيل الأمير نواف يعرف هذا الشيء اللي أمورته ويرضى, مستحيل, لا يمكن يعني. فإحنا نبغى يعني نبغى نوصل صوتنا. طيب نذكر بس إنه الكؤوس اللي موجودة في الاستوديو هي البطولات اللي حققها الكابتن نايف الجعويني ما بين محلية وخليجية وعربية واستحقاقات عالمية. طيب اليوم صدر بيان طويل لازم أقرأ. تفضل. بقدر المستطاع. بيان الإخوان في الاتحاد العربي السعودي للبلياردو والسنوكر مشكورين, يعني داوموا الجمعة علشان يردون على اللي صار في الحلقة. راح أدخل مباشرة في توضيحاتهم. إنه تابع الاتحاد السعودي ما تطرق له الكابتن نايف الجعويني في برنامج كورة مساء الخميس, ويود الاتحاد أن يوضح الحقيقة الكاملة بما ذكره اللاعب, مع العلم بأن جميع ما ذكره اللاعب تم تداوله في الإعلام لأكثر من مرة وتم الرد عليه في حينه ولإيضاح النقاط التي تحدث بها. أولا بخصوص ما يتعلق بحديثي عن بطولة العالم للسنوكر تحت 21 سنة للناشئين التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 1997, كانت أول مشاركة المنتخب السعودي تحت مظلة إدارة الترويح والرياضة للجميع برئاسة العامة لرعاية الشباب قبل إشهار اللجنة السعودية للسنوكر في تاريخ 12/1/1421, والتي شارك فيها اللاعبان الشقيقان أحمد عسيري ونزار عسيري بموافقة المقام السامي الكريم والرئاسة العامة لرعاية الشباب. بناء على هذه المشاركة تم الرفع من قبل مسؤولي الرياضة للجميع بالرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك, حيث لم يكن اللعبة آنذاك اتحاد أو لجنة خاصة تدير شؤون اللعبة, وكانت مقتصرة على إدارة الترويح والرياضة للجميع, حيث كان نائبا في وقته صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن فهد نائب رئيس العام لرعاية الشباب لتكريم اللاعبان كونها أول مشاركة للمنتخب السعودي للسنوكر وحصولهم على ميداليات اللاعب المثالي والنظيف في هذه البطولة. وأثناء المقابلة أو مقابلة سموه باللاعبان قدم لهما الشكر على تحليهم بالأخلاق الحميدة وقال نكسب بشرف ولا نكسب بغش كما علمنا ديننا الحنيف, حيث أن اللاعب أحمد عسيري أبلغ الحكم بأنه ارتكب خطأ غير ملحوظ من الجميع وبسببه خرج من البطولة, وتم تكريمهما من قبل سمو نائب الرئيس العام آنذاك الأمير سلطان بن فهد بمبلغ 15,000 ريال لكل لاعب. هذا الجزء الأول. 5,000 أو معلش 5,000 ريال لكل لاعب. هم يقولون انه انت امس تقول انهم قدموا للامير سلطان على انه جائزه ذهبيه, وهم يقولون فازوا بجائزه اللعب النظيف. رد؟ اي طبعا رد. اول شيء هذا الخبر طلع في التلفزيون السعودي انه تكريم الامير سلطان للاعبين نزار واحمد لحصولهم على الميداليه الذهبيه في بطولة العالم. هذا الخبر طلع في التلفزيون السعودي. يعني لو نرجع للارشيف التلفزيون راح نلقى نفس الكلام. حتلقى الكلام اللي انا اقوله. ايش حكايه اللعب النظيف؟ هذه اول نقطه. النقطه الاخرى حدث العاقل بما يعقل. هذا الكلام اطلاقا عاري عن الصحه. لسبب, اولا ما في شيء في لعبتنا اسمه اللعب النظيف, جائزه اللعب النظيف. في البلياردو ما في لعب نظيف؟ في بالبلياردو والسنوكر شيء اسمه لعب نظيف. اي انسان عنده اي خلفيه بسيطه عن لعبه البلياردو والسنوكر يعرف انه هذه اللعبه ما فيها احتكاك مباشر ولا فيها جائزه لعب نظيف. تقدر تدخل اليوتيوب
جميع المواقع تشوف البطولات العالمية لن تجد جائزة تحت هذا المسمى. طب يقول لك أنه كان تحت إدارة الرياضة للجميع مش نعم. تحت إدارته نعم العميد حسن أبو عيش الرئيس الحالي هو كان رئيس البعثات من عام 91 ثم صار رئيس اللجنة ثم صار رئيس الاتحاد. يعني كان في عهد إدارته مو في إدارته هو كان على رأس هرم اللعبة وتديرها الرياضة العامة تديرها إدارة الترويح والرياضة للجميع وهو على رأس البعثات الخارجية هو المشرف عليها هو المشرف للبعثات الخارجية. أنت تأكد كلامك أنه ما في أصلا شيء اسمه اللعب النظيف؟ ما في شيء أبدا اسمه اللعب النظيف وقدموا للأمير سلطان على أنهم فازوا بالميدالية الذهبية. نعم وفي نقطة أخرى لو سمحت في نقطة أخرى أولا إحنا ما نتوقع أنه يطلع بيان يقولك نعم إحنا أخطأنا هذا شيء طبيعي الإنكار شيء طبيعي. طيب الأمر الآخر إذا سمحت لي بس عشان يعني تكون الأمر واضح الأمر الآخر أنا حصلت على جوائز في بطولة العالم مراكز متقدمة أنا ما كرمت لها لأني ما حصلت على الأول أو الثاني أو الثالث يعني إذا 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 الجائزة تعطى للعب النظيف فالأولى تعطى للجائزة للاعب وصل دور 16 ودور 8 وخامس عالم فهم وأنت ما كرمت. أنا ما كرمت فهل يعقل أنه اللي يوصل مراكز متقدمة في بطولات المحترفين ما يحصل على جائزة واللي يحصل على لعب نظيف يأخذ جائزة ولو فرضنا جدلا أنه في شيء اسمه لعب نظيف هم اثنين لاعبين طيب واحد أخذ اللعب النظيف الثاني ايش أخذ منطق معلش لا هي بطولة فردية واحد أخطأ واعترف أخذ جائزة لعب النظيف طيب والثاني أخوه التوام أخو اللعب النظيف لا تعليق يعني حدث العاقل بما يعقل. طيب رقم اثنين في البيان أما ما ذكره اللاعب بخصوص مدرب السنوكر الأفغاني فقد تم تشكيل لجنة وأصدرت القرارات الخاصة بهذا الخصوص في حينه بس على موضوع السنوكر هالسطرين أو سطر ونص أنا هذا يسمح لي أنا عارف أنا أبغى أرد على هالموضوع يعني توقعت في هالموضوع أنه يكون في هالجزئية يكون فيه على الأقل صفحة من الكلام والإثباتات والحقائق لكن أصدرت القرارات الخاصة بهذا الخصوص في حين إحنا ما شفنا شيء وإذا في أحد في الوسط الرياضي كله من إعلاميين ولا مسؤولين يعرف وش نتيجة اللجنة اللي شكلت والقرارات يعلمنا لأنه أنا ما أعرف أصلاً كلمة لجنة الواحد يتشائم منها يعني ما يحس أنه في لها نتيجة. رقم ثلاثة بالنسبة لما ذكره عن إيقافه بعد مشاركته ببطولة الخليج السادسة للبلياردو يناير التي أقيمت في الرياض بتاريخ كذا فهذا كلام غير صحيح حيث أن الجعويني شارك في مسابقتين من أصل أربع مشاركات لفئته واتهامه لإدارة الاتحاد بحرمانه من الحفاظ على لقبه في مسابقة الفردي فهذا رأي المدرب الذي رأى أنه يوجد من هو أجهز منه فنيا للعب في مسابقة الفردي وهذه أمور فنية تخص المدرب وحيث أن اللاعب لم يقدم المستوى المعروف وكان منشغلا بمتابعة محله الخاص بمؤسسته لبيع مقتنيات البلياردو أثناء البطولة وبناء على التقارير المرفوعة من المدرب ورئيس الوفد حيث احتج على تشكيلة المدرب وقام بزعزعة الروح المعنوية للفريق من خلال التشكيك في قرارات المدرب واختيار التشكيلة وذهابه إلى لاعبي منتخبنا في مسابقة الفردي أثناء البطولة ليقول لهم قبل ابتداء مبارياتهم بأن المنتخب خسر ذهبية الفردي بسبب مشاركتهم والأهم من ذلك لعبه أمام خصومه باستهتار وعدم مبالاته ليخسر بنتيجة وبفارق أشواط كبيرة وظهوره بمستوى لا يليق بلاعب مخضرم كذلك عدم حضوره الاجتماعات التي يعقدها المدرب بعد كل مباراة أسوة بزملائه اللاعبين الذين يحضرون كل اجتماع وكثرة اعتذاره عن الحضور للتدريب أثناء المعسكر وبالرغم من خسائره السهلة في البطولة حقق زملائه الميدالية الفضية التي كان يكفي للحصول على الميدالية الذهبية فوز الجعويني بمباراة واحدة وعليه تم قرار إيقافه من المشاركة لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ 22/2/31/400 وبعد اتصاله بأمين عام الاتحاد والذهاب إليه بمكتبه ليعتذر عما ما بدر منه في المشاركة الخليجية لكي يتمكن من المشاركة في منافسات ذلك الموسم فقد قرر مجلس الإدارة رفع الإيقاف عنه بتاريخ 15/3/1431 لتمكينه وعدم حرمانه من المشاركة في بطولات المناطق وعدم خسارته للتصنيف. أنت ما كنت جاهز ولعبت باستهتار خسرتنا ذهبية وكنت مشغول بمحلك. طيب هذا كلام غير صحيح. إذا أنا غير جاهز ليش ألعب مسابقتين؟ شلون يعني الآن هو يقول في البيان يقول لي أنا غير جاهز لألعب البطولة الفردية أدافع عن لقبي أنا غير جاهز للدفاع عن اللقب لكن في نفس الوقت يناقض نفسه أني أنا جاهز ألعب مع الفريق. إذا أنا غير جاهز هو يا أنا جاهز أو أنا غير جاهز لكن هو مرة يحطني جاهز ومرة يحطني غير جاهز. أنت تقصد أنه يا أنا جاهز وأدخل حامل اللقب في الفردي بالضبط
أو ماني جاهز وما أدخل في أي شيء. ما أدخل في أي شيء. أنت تقصد إنه في الفرد قالوا إنك منت بجاهز وبس في الجماعة أنت جاهز. الموسم هذا بالذات أنا حامل اللقب وبطل المنطقة وبطل المملكة. كل بطولة في هذا الموسم بالذات كنت المركز الأول. ليش خسرت بخسارة سهلة؟ أنا لما حصلت إشكاليات في بداية البطولة أنا اعتذرت عن البطولة. كيف إشكاليات اعتذرت؟ لما حصل إشكالية في التشكيل في إنه ملعبك فردي. لما صار خلل في إني أدافع عن لقبي أنا قلت لهم أنا بعتذر عن البطولة. قالوا ما تعتذر لازم تلعب. قلت أنا ألعب تتحملوا مسؤولية اللي ليش حيث. تعتذر طيب؟ أعتذر لأن أنا نفسيا ما كنت جاهز. نفسيا بعد يعني حرمانك من الحفاظ على لقبك هذا سوى لي أثر نفسي فما حبيت ألعب واعتذرت ورفض اعتذاري. يعني تلعب بالقوه طيب وطبعا هذا اي مدرب يعني عنده شوي فهم في لعبه طيب المدرب اللاعب يعتذر لازم يبعد ما مش يجبر انه يلعب طيب تحدث اللاعب عن السكن اثناء بطوله المملكه البلياردو التي اقيمت بمنطقه القصيم او بمدينه القصيم وانه كان باستراحه وهذا صحيح حيث كان في هذا الوقت اللجنه السابقه قبل تشكيل الاتحاد الجديد وكان ذلك بعد تاكد من قبل اللجنه المنظمه للبطوله موافقه اللاعبين من صلاحيه السكن من قبل لجنه شكلت من اللجنه السعوديه للبلياردو والسنوكر حينها لجنه ولجنه وافادت بان السكن كان مهيئا بدرجه ممتازه ونال استحسان معظم اللاعبين المشاركين حيث كانت ظروف السكن مهيئه بشكل ممتاز وتكوين لجان للبطوله من ضمنها لجنه المواصلات لنقل اللاعبين ولجنه الاسكان لمتابعه احتياجات اللاعبين وقد قاموا مشكورين بتقديم كافه السبل لراحه اللاعبين وكان السكن في ذلك الوقت غير متوفر اثناء اقامه البطوله لقله الفنادق والشقق المفروشه اما بخصوص اللاعبين الذين طلبوا السكن على حسابهم الشخصي تم تعويضهم عن ذلك في لجنه السكن ولجنه للمواصلات اللاعبين كانوا موافقين وسكنوا في الاستراحه ما عندهم مشكله هذا كلام غير صحيح اللاعبين اللي حاضرين البطولة يعرفون أنه اليوم الأول فوجئوا بعضهم بات اليوم الأول ثم الأغلبية اللي يملكون مادة مثل ما ذكرت لك أمس طلعوا إلى بعضهم على حسابه الخاص وبعضهم ما عوض وبعضهم ما عوض وطلعوا إلى الخارج لكن يعني المنطق أنه القصيم ما فيها شقق مفروشة هذا حقيقة شيء يعني عذر غريب جدا فهذا كلام غير منطقي صراحة ولا هو واقعي ولا هذا اللي حصل أصلا وعموما يعني اللي معاه مثلا على حسابه يتوفر شقق وفنادق واللي مو على حسابه ما يتوفر يعني هم يقولون في مشكله في السكن هناك والله يا لقله الفنادق والشقق المفروشه اما بخصوص اللاعبين الذين طلبوا السكن على حسابهم الشخصي تم تعويضهم عن ذلك طب في لاعبين سكنوا على حسابهم معناته في فنادق وشقق بالنسبه لمصروف الجيب للاعبين خلال المعسكرات والبطولات 40 ريال والخارجيه 80 ريال وذلك حسب اللوائح والانظمه المعمول بها في الرئاسه العامه لرعايه الشباب والاتحادات الرياضيه هذا لازم الاتحاد والرئاسه العامه تنظر في الموضوع وهذا انا ذكرته امس ولا لمت الاتحاد فيه يعني ذكرت انه مشكله اكبر من الاتحاد طيب ذكر اللاعب انه يشارك في كثير من البطولات على حسابه الخاص وهذا من حق جميع اللاعبين المشاركين في البطوله الخاصه والغير معتمده ضمن البرنامج الزمني للاتحاد اما البطولات المعتمده من قبل الرئاسه والمدرجه ضمن البرنامج الزمني للاتحاد فمشاركه جميع اللاعبين تكون على حساب الاتحاد وعلى تحمل اللاعب أي تكاليف مالية ولم يحرم من المشاركة كلاعب مصنف ونظامي ضمن البطولات المعتمدة عندك تعليق؟ عندي تعليق أنه بعض بطولات العالم يقول لك خارج الجدول الزمني خلاص وانتهت القصة بطولة عالم هي خارج وقت خارج الجدول الزمني وانتهت القصة بالنسبة لهم فيعني يعني ما أشوف ماني شايف في جواب على السؤال يعني بطولة عالم خارج بطولة العالم تعتبر خارج بعض بطولات العالم تعتبر خارج الجدول الزمني بعض بطولات العالم الرسميه رسميه شلون خارج يعني وش يعني ايش جدول زمني يعني هم يحطون جدول زمني في بدايه السنه يقول لك بس هذا اللي احنا نشارك فيه هم يختارونها وبس هذه كل القصه يعني طيب ذكر اللاعب بان جميع اللاعبين يؤدون تدريباتهم على حسابهم الخاص وان الاتحاد لا يدفع لهم اي مبالغ ماليه مقابل التدريب فقد عملت اللجنه الفنيه بعد توجيهات مجلس الاداره على توفير طاولات للسنوكر وتم توزيعها على بيوت الشباب في الرياض وجده والدمام لاتاحه التدريب لجميع اللاعبين كما انه لا يوجد انديه تابعه للعبه وان الاتحاد يقوم باستئجار الصالات الخاصه لاقامه جميع بطولاته الداخليه والمعسكرات حيث لا يوجد صالات تابعه للاتحاد ايش تعليقك نعم تعليقي نفس الكلام انه اللاعبين من حسابهم الخاص ما جاب شيء جديد يعني نفس الكلام اللي قلناه اللاعبين يلعبون من حسابهم الخاص يقول لك الصالات موجوده بيوت الشباب وين الصالات انا اول مره اسمع انه في اول مره اسمع انا الحين كابتن منتخب أي؟ سابق وبطل المملكه وكذا اول مره اسمع انه في بيوت الشباب فيها الطاولات هذا شيء جديد علي صراحه انا ما عندي علم فيه يعني يمكن ما قالوا لكم يمكن ركبوها قبل اسبوع لا لا انا ما قالوا لكم ما قد قالوا لكم هذه صالاتكم روحوا تمرنوا فيها لا ابدا
ما تعرف إذا كانت أصلاً لكم ولا موجودة فقط لبيوت الشباب للاستفادة من أي حد؟ أنا ما عندي علم قبل هذا البيان أنه في طاولات للاعبين يتمرنوا مجاناً. ثمانية، أما بخصوص ما تطرق له اللاعب بأن الاتحاد أحياناً يتكرم ويعطي اللاعبين مبلغ 1500 ريال وليس دائماً مقابل الأدوات والملابس الرياضية، فهذا النظام المتبع حسب اللوائح في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ما أبغاك تعلق على هذا. لازم هذا. أرجوك. هذا كلام ركيك صراحةً، يعني حتى اللي كتبوا يعني مو حاط جملة مفيدة يعني. لا، لأنه عارف ليش؟ يعني بصراحة هذا المفروض يرد عليهم الرئاسة عمالة الشباب، لأنه مو معقولة أنه حسب اللوائح في الرئاسة العامة شيء اسمه أحياناً يتكرم أحياناً وأنه يعطي اللاعبين مبلغ 1500 ريال. إذا هذه مادة موجودة في الرئاسة العامة مثل ما ذكر الاتحاد فمعناته مشكلة كبيرة في الرئاسة. لكن أنا ما أتأكد، لا يمكن في شيء اسمه كذا بند يقول أحياناً يتكرم ويعطي اللاعبين مبلغ 1500 ريال. فأنا أقول هذا ما يحتاج تعليق. رئاسة المفروض يتسأل عنه. وحول ما ذكره اللاعب بإهدار الميزانية عن طريق رئيس الاتحاد وأن الرئيس حضر في بطولة قطر على طائرة الصباح وعاد في طائرة المساء وانتدابه 10 أيام، فهذا كلام غير صحيح، حيث أن رئيس الاتحاد حضر المشاركة في اجتماع الاتحاد الآسيوي وليس كرئيس للوفد. وحول ما ذكره اللاعب بشأن الانتدابات بأسماء وهبية، فقد سبق وأن تقدم اللاعب بشكوى لسمو الرئيس العام آنذاك صاحب السمو الملك أمير سلطان بن فهد حفظه الله، وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص واطلعت على جميع المستندات المالية والمخاطبات الرسمية التي أثبتت عدم صحة الدعاية. ونود أن نوضح بأن اللاعب حصل على المركز الأول في البطولة الدولية الرسمية على المستوى الفردي 3 مرات فقط، وواحدة في لعبة السنوكر في بطولة الخليج في الرياض عام 2000، والثانية في البلياردو على مستوى العرب في 2005، والأخيرة في البلياردو على مستوى الخليج بالكويت 2008. وقد تم صرف جميع المبالغ المستحقة لجميع اللاعبين، ونحن كمسؤولين في الاتحاد لا نستغرب قيام هذا اللاعب بمثل هذه التصرفات لما عرف عنه سابقا باحتجاجاته المتكررة والتي تثبت دائما عدم صحتها وافتراءاته الكيدية ضد رئيس الاتحاد خاصة، وأن تشكيل الاتحادات الرياضية باتت قريبة. رئيس الاتحاد العربي السعودي للبلياردو والسنوكر العميد حسن بن محمد أبو عيش. طيب، هذا بيانهم. إيش عندك جديد اليوم؟ طيب، بسم الله. أولا نوقف من حيث ختمت. أبغى أقول لك شيء. فضل. عندي من الآن لنهاية الحلقة 17 دقيقة. طيب، أوكي. عشان أوكي، أنا بمشي سريع. طيب. يقول في نهاية البيان أنه أنا عندي شكاوى كيدية وأن أنا كثير يعني الشكوى والمشاكل، ويذكر قبلها أنه موضوع الانتدابات هذا غير صحيح. هذه وثيقة من الأمين العام السابق. الأمين العام السابق شو يقول؟ يقول أنه الانتداب صرف 10 أيام والرئيس استلم يوم واحد وسبب إحراج للوفد. استلم يوم واحد ولا حضر يوم واحد؟ حضر يوم واحد واستلم 10 أيام وسبب إحراج للوفد كاملا. أعطيني أشوف. تفضل. هذا مين اللي يقوله؟ الأمين العام السابق. الأمين العام السابق. طيب، ذكر أخي فهد أن ورئيس اللجنة هو رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الذي وضعنا في موقف محرج حينما حضر حفل الافتتاح وسافر وترك البطولة، رغم أنه صدرت له موافقة من سمو رئيس العام لرعاية الشباب للإشراف على البطولة والتي كانت مدتها 10 أيام وليست يوم الافتتاح فقط. يشتد حرجنا في حفل الختام حيث كثرت التساؤلات من المسؤولين الخليجيين عن سر غيابه، فماذا عسانا أن نقول؟ هل نقول الحقيقة بأنه جاء لاستلام الانتداب كاملا؟ وأما البطولة فهي آخر اهتماماته، أم نكتفي بطأطأة الرؤوس لأننا لم نعتمد أو نعتد الكذب بإرادة تبريرات غير صحيحة؟ هذا اللي كاتب الكلام أمين عام اللجنة السعودية للبلياردو والسنوكر السابق أحمد الجار الله في صحيفة الجزيرة، يمكن في صحيفة الجزيرة في العدد 13114 ل 28/8/29/400. طيب، اوكي، نمشي اللي بعده. هذا في خصوص الانتداب. هذا واحد ثاني يقول نفس الكلام. هذا واحد، هو يقول ان انا عندي مشاكل كثيره. انا شخص الشخص الثاني العضو السابق محمد العمران اليوم عامل تغريده في تويتر يقول اليوم نايف الجعويني لم يقل شيء، فما قاله نايف نقطه في بحر. هذا مين؟ هذا العضو السابق محمد العمران. وش دراك انه؟ طب هذا حسابه، هو حسابه الشخصي، متاكد من الكلام؟ 100%. اليوم نايف الجعويني لم يقل شيء، فما قاله نايف نقطه في بحر. اعتقد غدا في كلام اخطر بالتوفيق ابو سلمان. طيب، اوكي. وهذا لاعب منتخب محمد العمران. ايش يصير؟ هذا عضو اتحاد. هذا لاعب، لا هذا لاعب منتخب شارك معنا 3 مرات، يقول انا مثلت المنتخب مع نايف 3 مرات واكد كلامه والتلاعب اللي يصير. من هذا؟ سعود البكر. اشوف
تفضل. على هاشتاج ظلم اتحاد السنوكر، انا مثلت المنتخب مع نايف 3 مرات واكد كلامه والتلاعب اللي يصير. انت متاكد من هال متاكد؟ انا اتحمل من هالحسابات، اتحمل مسؤوليتها. طيب هذا لاعب محمد المطيري بطل المنطقه الوسطى وثاني المملكه، تعليق المشاركات وسوء اداره وتخبطات، والاتحاد يدار بمصالح شخصيه. سعود البكر ايش وضعه في اللعبه؟ يعني من لاعبين المميزين، من لاعبين المنتخب، لاعبين مميزين. اي نعم، بطل وقف يلعب، وهذا كمان وقف بطل يلعب. بطل يلعب. هو حقق بطولات مثلا، حقق بطوله المنطقه الشرقيه اكثر من مره، وحقق الثاني على المملكه، ولاعب منتخب 3 سنوات. انا احد لاعبين المنتخب السعودي لعبه البلياردو، وحاصل على المركز الاول بطوله المنطقه الوسطى الرياض، وحاصل على المركز الثاني بطوله المملكه. محمد المطيري اي ذكر عن اوكي. وحيث ابتعدت عن لعبة البلياردو بسبب سوء الإدارة تحت إدارة رئيس الاتحاد الحالي دون الرجوع الإدارة بسبب التخبطات الإدارية لمصالح شخصية في اختيارات اللاعبين دون الرجوع للتصنيف العام للعبة، حيث عانيت الأمرين في إقصاء بطولة العرب في جدة، مع العلم بأن المملكة مشاركة ب 64 لاعب بسبب تعنت مدرب المنتخب فلان منصور محمد المطيري. لا المدرب المدرب منصور، كان منصور الخنفري. نعم. وعند السؤال عن السبب قال بيني وبينك امور شخصيه. هذا محمد المطيري، محمد المطيري توقيعه واسمه. طيب اوكي، يعني الحين هي القضيه انه نايف يثير مشاكل. ها أوكي. طيب هذا من ابطال المملكه الناشئين فهد البراك، يذكر انه اغلب المتواجدين في السفر في البطولات الخارجيه لهدفهم السياحه، وانه الاداري نلتقي فيه في الفندق فقط، ويسكن في فندق اخر غير الفندق اللي احنا نسكن فيه. ويذكر انه اللاعب السعودي يحصل على 280 دولار في 12 يوم، واللاعب بنغلاديش ياخذ 500 دولار، ولاعب العراق 900 دولار. تفضل. بس يعني لا تستعجل لانه في كثير اوراق. اوكي، فاتحادنا الكريم لم يصرف لنا سوى 280 دولار لمده 12 يوم، بينما كان مصروف اللاعب البنغلاديشي في البطوله 500 دولار والعراقي 900 دولار، وكذلك بقيه المنتخبات. طيب، ويذكر انهم جو للسياحه فقط، ويقابلونهم بس في الطياره في الروحه وفي الرجعه. اوكي، حيث كان هدف اغلب المتواجدين للسياحه فقط على حساب اللجنه الاولمبيه. نعم. اوكي، هذا اللاعب اللي هو فهد البراك، هذا من ابطال المملكه. من ابطال المملكه. طيب، هذا بطل المملكه عبد الرحمن العمار، يعلق مشاركاته ويرسل نداء الامير نواف، ويصف الاتحاد بالمهزله. يصف الاتحاد بالمهزله، ويطلب تغيير الاحوال، وانه المنتخب الان المركز الاخير في بطولات الخليج. أنا لا يمكنني الاستمرار حتى يتولى ويتدخل صاحب السمو الملك الأمير نواف بن فيصل بحل فوري لهذه المهزلة الموجودة بالاتحاد، وأنا على يقين بأن الأمير نواف لا يرضى بهذه المهزلة نهائيا، وأنا أرفع صوتي له بأن يحل ويغير الاتحاد، وبعدها نرفع العلم الأخضر في بطولات الخارجية. لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر كابتن عبد الرحمن العمار. طيب، هذا رئيس الاتحاد، عفوا نمشي بس عشان اللي بعدها. يروح. هذا رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد السابق أديب العمري، يتكلم عن انه من يصرف من جيبه الخاص لمصلحه اللعبه يحارب، وعوائق يضعها العميد حسن ابو عيش، واستنزاف الخزينه برحلاته، ويتكلم عن وجود انه العميد حسن عائق للتقدم، وانه الاتحاد يسير في قرارات غامضه. هذا مين؟ هذا نائب الرئيس السابق. نائب رئيس سابق؟ نائب الرئيس السابق. يعني مش لاعب؟ لا مش لاعب. نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر لدنيا رياضة، انتدابات رئيس الاتحاد استنزفت الميزانية وتصرفاته دفعت اللاعبين للاستقالة الجماعية، وجود حسن أبو عيش في منصب رئيس الاتحاد هو عائق كبير للتقدم، لا سيما في ظل صدور العديد من القرارات غير النظامية من الاتحاد. وبعدين قال ايش؟ انه هو معوق آخر للعمل المليء بالغموض. هذا كان في صحيفة الرياض في عام 1430 22 صفر. اوكي. طيب، هذا العمران محمد العمران، عضو السابق رئيس لجنة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام العرب، يذكر انه تم التلاعب في منصب اللجنة العربية، وانه العميد حسن، انه يعني حسب كلام العمران العميد حسن انه هو كذب على الاتحاد العربي، وقال انه هذا شخص غير مرغوب فيه من القيادة الرياضية، وبالتالي المنصب راح على المملكة العربية السعودية وتحول إلى دولة أخرى بسبب خلافات شخصية. هو راح قال لهم من هذا؟ قال لهم هذا الشخص اللي هو محمد العمران أخذ المنصب بالانتخاب، فراح قال هذا الشخص غير، لأنه بينه خلاف، راح قال هذا الشخص غير مرغوب فيه من القيادة الرياضية، شيلوه. إنه الرئاسة العامة ما تبغاه. ما تبغاه، لأن الأمراء ما يبغونه. إيه؟ قال شيلوه، وشالوه، وجاءت دولة ثانية أخذت المنصب لخلافات شخصية.
هذه الوثيقة عندك. محمد بن عبد الله العمران عضو اللجنة السعودية للبلياردو والسنوكر، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي سابقا. نعم. اوكي طيب شبعي. هذا برضو عبد الرحمن العمار يتكلم عن التلاعبات، ويعني في جريدة في عدد آخر نفس الشيء نفس الموضوع، يعني تلاعبات، كل الشغلة تلاعبات. المدرب الأفغاني بريء من إخفاقاتنا التي يتحمل اتحاد فاشل ويديره التوأم، لاعب منتخب البلياردو والسنوكر عبد الرحمن العمار للجزيرة. أوكي. طيب هذا بطل المنطقة الشرقية يعلق نشاطه، بطل منطقة الشرقية أكثر من مرة ولاعب منتخب يعلق نشاطه، ما عاد يبغى يلعب نهائيا. تفضل. أنا صلاح عبد الله البكشي، بطل منطقة الأحساء لأربع سنوات سابقا وبطل الموسم الحالي وخامس المملكة، ويعلق اللاعب الخاطئ متمثل في منصور. ايش مشكلة منصور الخنفري؟ هو كان يعني ما هو ثاني واحد يتكلم عن منصور الخنفري، يعني هو كان ذراع العميد حسن سابقا. وانا ولن يعطي فرصه لغير من يحملون فكر جديد ودماء جديده عدا الخلافات الشخصيه الكثيره والحساسيه. طيب. اوكي. هذا عضو لجنه سابق طلال الصويلح يتكلم. تفضل. يتكلم انه بطولات المناطق ما يحضر، بطولات المناطق لا يحضرها الاعضاء، ويتكلم عن تلاعبات وامور شخصيه تصير. طيب اللي بعدها طبعا عندي 8 دقائق. طيب اللي بعدها نبغى نقول قصه انسالت عن منصور الخنفري. أيه. منصور الخنفري شاعر، طيب، وكان يبغى يدخل الاتحاد وصار بينهم يعني ما حطوه وظيفه، وقال قصيده هجاء سيئه جدا في حق العميد حسن ابو عيش. اوكي. واجتمعوا وسووا صلح، طلعت قصيده مدح، الرجل اخذ منصب. مو معقول. انا اتحمل كلام، اتحمل. مو معقول. يعني انا اقول لك منتخب المملكه ايش حاصل له، انا اتكلم بامانه، اللي 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 يقدر يكذبني يطلع يكذبني. بسبب قصيدة أنا أقول لك هجاء طلعت ومدح، طلعت قصيدة مدحه، مسك المنصب، صرف له مكافأة لكتيب، طلعت في الجرائد، الكتيب غير موجود. أنا كابتن المنتخب ما شفت أي شيء من هذا الكتيب، وهذه مكافأة تصرف للناس اللي يعني يعرفون يمدحون. طب هذا المدرب هو اللي شالك في البطولة الخليجية؟ هو اللي شال، هو ذراعهم. هو اللي شالك في الخليجية من نعم. الفرد ولعبك في الجماعة. نعم. وعشان قصيدة أوكي. طيب اللي بعدها قصة ثانية. هذه تكليف رسمي، وثيقة أخرى، تكليف رسمي لي أني أكون أساعد الاتحاد في وضع آلية للتصنيف. وحطوني موظف عندهم مؤقت. لما جينا الوقت تسليم الرواتب في المسير وجدت اسم ابن الرئيس موظف وهو غير موجود. اسم فقط على الورق. لما سألتهم قلت هذا ليش اسمه موجود، هذا مو موظف ولا يعرف شيء في اللعبة، هو شغال في بنك. فقالوا عشان الرئيس يستفيد كذا على بلاطة، يعني الرئيس مسكين ما له شيء، نبغى نفيده، حطوا اسمه ولده وهو يأخذ الراتب خلاص، وهو ما يداوم. طبعا اللي حصل انه انا بسبب هذا السؤال، طبعا انا جاني انهاء تكليف عشان اني يعني ما نكمل نشوف اوراق يعني. طب كان كتبت لك قصيدة؟ طيب والله انا يا ليتني، يعني الحمد لله اني ما تعلمت هذا الشيء. طيب في نقطة أخرى. أي. بطولة قطر، هذه وثيقة من الاتحاد القطري فيها تهنئة من الرئيس، تهنئة من الأمين العام للرئيس بتصنيفي أحد أفضل 16 لاعب في العالم. نايف الجعوين ضمن عمالقة لعبة البلياردو في التصنيف الدولي، هذا في قطر. نعم في قطر. اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية. نعم. أوكي. طيب. بعدها نائب الرئيس يكرمنا. بعد نائب الرئيس يعني يرسل لنا تكريم بسبب وسط حضور جماهيري وختام البحر الجعويني اللي بين قوسين تحت. اوكي. وكرم نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو واديب العمري نجمين منتخب نايف الجعويني ويوسف الوادي بمكافآت مالية خاصة نظير مسويته المشرفة بطولة قطر. طيب وهنا تهنئة أخرى ترفع إلى الرئيس العام لتحقيق إنجاز في بطولة قطر. هذه كلها عن نفس البطولة. نفس البطولة. طيب. وهنا تهنئة أخرى يرفعها الرئيس، هذه كلها تهاني ترفع إلى الرئيس العام وسمو نائب الرئيس العام بسبب تحقيق إنجازات في بطولة قطر العالمية. طيب. كلها تهاني تطلع بالجرائد. إيش المشكلة؟ المشكلة أنه أثناء البطولة. أثناء البطولة كان يتصل عليه العميد حسن أبو عيش ويطلب مني مدحه في الإعلام. مدحه في الإعلام لأنه الأضواء علينا، وكان السفير السعودي في قطر حاضر البطولة وكان يشيد فينا في القنوات الفضائية بسبب الإنجاز العربي الوحيد.
وانا طبعا ما استجبت لهذا الشيء، وانا يعني لاعب فقط واديت اللي علي وقدرت اتصنف من افضل 16 لاعب في العالم. لما رجعنا هنا في نفس البطوله يطلع قرار بايقاف المكافآت عني لاني انا لم احقق اي نتيجه ايجابيه بنفس البطوله. نفس اللي عليها كلها التهاني، هم يهنون الامير عطني شو، ثم يطلعون قرار عكس التهنئه عشانك ما مدحته. تفضل اقرا. في حين رفض المجلس بالإجماع مكافأة اللاعبين نايف الجعويني ويوسف الودي على أثر مشاركتهم في البطولة الدولية المفتوحة للبلياردو في 9 كرات استنادا على عدم تحقيقهما نتائج إيجابية. أوكي. نفس التواريخ حقت رفع التهنئة للأمير. طيب؟ طيب، نبغى نقول عن شيء عن الأعضاء بشكل سريع. أعضاء الاتحاد كثير منهم لا يعرف اللعبة إطلاقا. أعضاء الاتحاد لا يعرف، بعضهم لا يعرف اللعبة إطلاقا. مثلا في عضو عندنا اسمه عبد العظيم السويدان ما قد شفناه أبدا، ما نعرف من هو يكون. برضو عضوين آخرين ما نعرف، لدرجة أنه واحد من الأعضاء قد حضر بطولة دولية وواحد من لاعبين المنتخب لعب لعبة قام العضو حقنا صفق وهي فاول علينا. هذا صحيح؟ صحيح. تضحك بس هو صحيح. يعني ما يعرف اللعبة، ما يعرف يعني اللاعب لعب لعبة العضو حقنا فرح وقام يصفق وهي علينا خطأ، وهي علينا خطأ. وهذا يعني اي احد يعرف يلعب بلياردو دخل لاعبنا دخل الكره البيضاء، طبعا فاول عليك لما دخل الكره البيضاء، هو شاف كره دخلت نط وقام يصفق، كل الناس نظرت. وهذا يدير هذا عضو في الاتحاد، هذا عضو من الاتحاد اللي يتخذون قرارات في سير الاتحاد. طيب، فانا مع كامل احترامي لهم، يعني ممكن انت تجيب طبيب يعني حاذق ممتاز لكن ما تعطيه طياره يسوقها، يعني هذا القصد يعني. طيب، في هنا عندي 21 اسم شكوى لاعبين، طبعا هذه شكوى طويلة لكن هذه توقيعات اللاعبين. 21 لاعب ايش يمثلون في المملكة؟ كلهم أبطال المملكة وأبطال مناطق. يشتكون من سوء الإدارة وإهدار المال وانه ناقص. كل هذا وصوتكم مو واصل، شلون تقنعني يا نايف؟ والله هذه الشكوى موجهة إلى صاحب السمو الملكي أمير نواف. كل هالكم من الأوراق والوثائق والشكاوى والجرائد. أعطني شو. تفضل. وهذا لاعبين المنطقة الجنوبية، أبطال المنطقة الجنوبية، شكوى مشابهة، عددهم 8 لاعبين. هذا الحين اليومين؟ لا مو اليومين، هذه قديمة. يعني مو بس من باب التضامن معك. لا هذه 2011، شوف تاريخها موجود فوق. اوكي، انت عارف انا فهمت 21 لاعب هذا اليوم. لا مو اليوم، هذه قديمة تضامنا معنا. هذه قبل سنة ونص. اوكي، كلها قديمة. هذه شوف تاريخها فوق. يعني انت الحين المتضامن معاهم. تفضل. ايش معك؟ اوكي، وهذه برضو من بطل مملكة سابق، نفس الشيء 2011. طيب، بس ابغى اقول شيء. طبعا هو ذكر في البيان، عندي دقيقتين. طيب، دقيقتين. ذكر في البيان انه الاسماء الوهميه غير صحيح، هذه وثائق رسميه، يا ليت احد يكلمني ويستلمها. أشوف بشكل سريع. طيب تفضل. هذه المحاسب مساعد مدرب محمد سعد العجلان. نعم. هذا وشو ذا عندك؟ هذا محاسب محطوط هنا مساعد مدرب. مساعد هو محاسب ما يعرف اللعبه وما يعرفش عنها شيء. هذا شخص. هذي اخر، هذه فتح ورقه الاتحاد السعودي. هذا من الويب سايت تبعهم. اوكي، وهذا شخص اخر، مره مكتوب عنه محاسب ومره مكتوب مدرب او مساعد مدرب. اعطني شو. مدرب شخص اخر. طبعا اذا كلها اخطاء املائيه هذه مشكله ثانيه يعني. اوكي. طيب بقى شيء واحد بس انا ابغى اتكلم فيه، باقي دقيقتين على اساس اني انا يعني الاوراق كثيره صراحه، بس ابغى اتكلم عن شيء واحد. اول شيء انا يعني اعذروني بتكلم عن نفسي. انا حققت الكؤوس هذه، هي نص اللي موجود. انا اشاد فيني مدربين عالميين. هذه وثيقه، وهذه وثيقه من الاتحاد الدولي من افضل اللاعبين في العالم. اوكي، عطني شو. تفضل. شباب كم عندي وقت لو سمحتم؟ قولوا لي بس عشان احتاج اقرا اعطونا يا شباب لو سمحتم دقيقتين او ثلاثه زياده لو تكرمتوا، حاولوا تطلبونا دقيقتين او ثلاثه. واقرا هذه طيب. ابطال العالم. انجاز نايف بالفجيره 2005 في عيون الناس، هذا من الموقع هذا من رئيس منظم البطوله. طيب،
كنت أعتقد أن مباراة سهلة وبداية مريحة مع لاعب عربي، لكن بعد الشوط الخامس الذي حققه نايف عرفت بأنني أمام لاعب محترف، فهو قليل ما يرتكب أخطاء، لا يرتبك، واثق من نفسه، إنه مختلف عن كل اللاعبين العرب الذين سبق لعبت أمامهم، وباختصار هو يستحق الفوز على اللاعب البولندي، هو يستحق الفوز عليه، هذا اللاعب البولندي روديسلو بابيكا صاحب الميدالية الذهبية في 2005 فايز عليهم. إن مستوى نايف سيجعل كل اللاعبين العالميين في السنوات القادمة بأن يعيدوا حساباتهم ألف مرة قبل لقاء أي لاعب عربي. ميكا إيمانون الفنلندي بطل العالم 2001، برافو والله نايف. إنما تحقق من إنجاز على لاعب عربي اللاعب العربي نايف الجعويني سيجني ثماره كل العرب في المشاركات القادمة. هو أثبت عمليا بأن اللاعب العربي ليس أقل من مستوى أي لاعب محترف، وعلى القائمين على لعبة البلياردو في السعودية بأن يفخروا بنايف وإنجازه الفريد. السيد أيان أندرسون رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو، إنما حققه نايف الجعويني في بطولة العالم للمحترفين بالفجيرة شرف كبير نفتخر به نحن جميعا، وأنا شخصيا يسعدني هذا الشيء لأن اليوم جزء بسيط من إنجاز نايف. عندما تحديت الجميع واستطعت حصول مقعد للمملكة العربية السعودية يمثلها نايف أفضل تمثيل، ويكون خير الرد للمشككين من نجاحات أبناء الخليج في المحافل العالمية. لقد كنت أتلقى التهاني من كل الوفود الرسمية على إنجاز نايف بكل فخر واعتزاز. كان نايف مثال اللاعب الخلوق الملتزم بقوانين اللعبة ولوائح البطولة، سواء في البطولة أو في الفندق أو في تعامله مع الإعلام والمنظمين. فهنيئا للمملكة بهذا البطل. كان نايف الجعويني والإداري محمد العمران نكهة بطولة 2005، وهو اللاعب العربي الوحيد الذي كانت المدرجات تمتلئ لحضور مبارياته. أحمد إبراهيم مروج العالمي للعبة لبطولة البلياردو في الاتحاد الدولي، مدير بطولة العالم للمحترفين. هنا السيد أيان أندرسون يقول ليس بسبب أدائه الممتاز، ولكن بسبب تمثيله الجيد وأخلاقه العالية. احنا نتطلع مستقبلا إلى مشاركات المملكة العربية السعودية مع لاعبين آخرين محترفين. هذا السيد أيان أندرسون الرئيس. في هنا إلى من يهمه الأمر، أنا حضر عندي، يعني أحاول أترجم بشكل سريع، جاك ستيفنز تشيرمان، هذا مدرب عالمي، أنه حضر عندي في البحرين، أنه من خلال زيارتي للبحرين كنت أدرب المنتخب الوطني، وحصلت على فرصة مقابلة والاستمتاع بالنجم المهم في الخليج نايف الجعويني اللاعب السعودي. ومن ذلك الوقت وأنا معجب في اللاعب وأنه يمثل المملكة والثقافة العربية الممتازة. أنا أتمنى أنه يشارك على حسابي، لكن اللاعب رفض وقال أنه يبغى يكون سفير للمملكة. أخيرا أنت عرضت عليك جنسية ولا لا؟ نعم، هذا الكلام أكيد. أكيد نعم، عرضت علي جنسية دولة أخرى وأنا رفضت، وعرض علي بعثة خارجية لأني أكمل دراستي الجامعية. أنا طبعا جامعي أني أكمل ماجستير ورفضت. طب هذا رجل يقول كنت بدخلك بطولة العالم على حسابي. نعم، من أجل المنتخب، لكن هنا نتعامل بهذا الشكل. نايف عندك نصف دقيقة، هذا كل اللي عندي أقدر أعطيك إياه. توجه كلامك لمن؟ باقي بس نقطة، في حفل خيري شارك فيه الشريدة لاعب الهلال، بيعت فانيلة ب$10,000 طبعا خارج المملكة. قميصك بيع $10,000؟ هذه وثيقتها. نعم. وين هذا؟ في دولة؟ هذه في الإمارات. في الإمارات. نصف دقيقة نايف عندك. نصف دقيقة كم. أنا أوجه طبعا العاقل، يعني شيء طبيعي إنه الطرف الآخر ينفي، هذا شيء طبيعي يعني ومتوقع عموما، لكن إذا نايف سيء ما أشاد فيني الناس الأغراب. أنا 18 سنة ألعب في المنتخب، أتحداهم يطلعوا لي إيقاف واحد، أتحداهم. لو عندي شيء أخلاقي أو شيء سيء ما كان طلعت في موقفي هذا. أوكي. لكن بقول لك على نقطة أخرى في البيان، يقولني أنا جيت لمكتب الأمين واعتذرت، هذا كذب. أنا ما اعتذرت وأتحداهم يطلعون. إيش طلبك الآن؟ إيش طلبك؟ أنا أبغاهم يطلعوا الاعتذار إذا أبغى الجميع يعرف إن هذا البيان كذب. أنا طلبي عموما إنه المقصر يحاسب فقط لا غير. لشخصي لا أطلب شيء، مع إنه لي مستحقات مالية أنا في غنى عنها ومتبرع فيها، ما أبغاها. نايف الجعويني شكرا جزيلا لك، أنا آسف مضطر أختم، سامحني. أتمنى الكلام اللي قلته يترك صدى عند أحد وما يكون في لجان، يكون في قرارات عليك أو لك. أكيد ما في شك. موعدنا غدا 11:30. إذا علي على كل هذول الشهداء اللي شاهدوا، على كل هذول العشرات الناس، يعني موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.